أترحموا على فقيد العلماء الذي وافاه الأجل المحتوم أول أمس، الشيخ عبد المجيد الزنداني، مؤسس ورئيس جامعة الإمام باليمن الشقيق رحمه الله تعالى. فقد كانت له جهود عظيمة مشكورة في الدعوة والتدريس والتوجيه والإصلاح والخطابة، وبخاصة في مجال الإعجاز العلمي، فقد كان رحمه الله هو رئيس الهيئة العلمية العالمية للإعجاز، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد انتفع به خلق كثير في هذا الباب، وهو باب الإعجاز العلمي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله بقبول حسن، وأن يرفع درجته في عليين، ويعوضنا ويعوض أهله وطلابه والمسلمين فيه خيرا. وإنا لله وإنا إليه راجعون.